باش ما يكونش الضجيج راشي وحدين. نعود دابا التمرين، ياك دابا التمرين فيه ان شيما الكتريك، هو هذا دابا اللي قدامكم، ياك هاد لو شيما فيه جوج الحوايج، فيه الخيوطة فيه الخيوطة بلاتي غادي نسد واحد الباب هنايا باش فيه الخيوطة، ياك وفيه دي كومبوزون الكتريك كنسموهم دي ريزيستانس مقاومات، هما هادو الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، وهذا خيط هادو خيوطة هادو خيوطة، هذا خيط هذا خيط هذا خيط وهذا خيط، شد لي هادشي كامل هنايا وسمينا شي بلايص سميناهم وصافي، سمينا هنايا هاد النقطة سميناها أ، هاد البلاصة سميناها بي سي دي ام ام، سميناها لهذا كامل سمارش، وقلنا لكم ودي عطيناكم ربعات لي طونسيون الفولتاجات، ربعة ديال لي طونسيون، قلنا لكم لا طونسيون يو ا ام كتساوي 12 فولت، يو ا ام منين شاده ليا يو ا ام يعني بين هاد النقطه وهاد النقطه، حتى هما راه داير لك السهم، سمارش يو ا ام هو لا طونسيون او لا الاسم الثاني الفولتاج او الاسم الثالث ديفيرونس دو بوتونسييل، حنا غنبقاو نقولوا لا طونسيون باش نتفقوا على الاسم، غنبقاو نخدموا في الفولتاج نبقاو نقولوا طونسيون، وفي لامبيراج غنبقاو نقولوا لانتونسيتي، قلنا لا طونسيون هنايا بين هاد النقطه ام، هي ام ام هي الشيء كامل بين ام و ا، لا طونسيون هي 12 فولت، ها هما عطاوها لكم هنايا في المعطيات، عاوتاني قال لك ودي يو بي ام 8 فولت بين هنا و بي بي ام، لا طونسيون ديال هنايا 8 فولت، يو سي ام يعني لا طونسيون بين سي و ام يعني بين هاد النقطة حتى لهاد النقطة 6 فولت، عاوتاني لا طونسيون يو دي ام بين هاد النقطة حتى لهاد النقطة هي 4 فولت، هذا هو اللي كاين في التعريف ديالنا حنا، فاش عرفنا لا طونسيون قلنا لا طونسيون هي فرق الجهد ديفيرونس دو بوتونسييل بين جوج النقاط، يعني هاد يو ا ام كيفاش حسبناها، حسبناها عن طريق الفرق بين النقطة ا والنقطة بي في الفولتاج، يعني هي يو ا ام كيف ما درت لكم هنايا في سميتو في هذا الفيشي، ها هو نحاول انني نزيد نكبر، ياك بلاتي نحاول نكبر هذا فوالا، قلنا دابا انا ما كاينش كيفاش هنايا غادي نكتب هذيك ا ام هنايا في لانديس، فهمتوا داكشي علاش درتها بين قوسين، قلنا اي ا ام هي اش، هي الفولتاج في ا ناقص الفولتاج في ام، وقال لك اي ا ام كتساوي 12 فولت، يعني في ا ناقص في ام هي 12 فولت، وقال لك اسيدي حسب لينا في ا، بغاو هما في ا شحال، وراه في ام معطيه لك في الشيما
ها هي معطيه لك هذيك سميتها هذيك في في ا او لا في ام معطيه لك في لو شيما ها هي راه ها هي ام ياك ها هما دايرين لك هنايا 0 فولت يعني في ام كتساوي 0 فولت وهما طلبوا منك في السؤال واحد طلبوا منك تحسب لي في ا هذه شنو درنا حنايا مشينا لهنايا درنا راه في ا ناقص في ام هي 12 فولت لحقاش في ام 12 فولت اذا هاد في ا اش غادي تساوي ليا بين هادي ناقص هادي كتساوي 12 انا بغيت هادي اذا هادي كتساوي لي 12 فولت ناقص هاد في ام هادي هذه اولا زائد هذيك هذيك في ام عفوا زائد هذيك هذيك في ام لحقاش هذه هنايا ناقص غادي تدوز هنا تولي زائد بحال ديك العمليه عندك 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 قلنا مثلا اكس ناقص ايغريك تساوي زد قلت لك حسب لي اكس اش غادي دير غادي دير اكس تساوي بلاتي دير اكس تساوي زد زائد ايغريك هادشي اللي كاين هادي هاد العمليه اللي طبقت انا ماشي شي عمليه اللي هي رياضيه اللي هي معقده صافي 12 فولت زائد في ام وفي ام في الشيما ها هي في ام هي 0 فولت عوضتها عوضت في ام 0 فولت هي 12 فولت زائد 0 فولت او 12 زائد 0 هي 12 صافي اذا في ا اذا في هي 12 فولت عمليه اللي هي سهله نعاود نطلق لكم دابا الميكروفون باش نشوف واش فهمتوا الشرح اللي درت من جديد بلاتي واش مزيان دابا نعم صافي واه فهمنا فوالا دابا باقي لكم تحسبوا لي في بي و في سي و في دي بنفس الطريقه بنفس الطريقه وعاطينك هنا اي بي ام كتساوي 8 فولت اي بي ام كتساوي 8 فولت و اي بي ام هي اش هي في بي ناقص في ام كتعطيك 8 فولت ايوا راه ساهل هذا بالحساب كيفاش غادي ديروا ليها ديزاكتيفو لي ميكروفون ديالكم كتبقاو مبرطين هذا يلا الا بغينا دابا نديرو نفس الطريقه الا بغينا دابا نديرو نفس الطريقه ياك نفس الطريقه كيفاش غادي نحسبو في بي و في سي او لا شحال قول لي شحال دابا غنلقى دابا في في بي و في سي و في دي شحال في بي سنلقى في 8 زيد و في سي تلقى في 6 و في دي تلقى في 4 سي حيت عندنا في 0 و 6 هي هذيك لحقاش عندنا في ام كتساوي 0
صافي. إذا هنا لقيتي 12 وهنا 8 وهنا 6 وهنا 4 4 ودابا أنا غادي ندير معكم واحد الخدمة أخرى. دابا الخدمة الأخرى هي هذه، هي غادي يبان لكم. دابا قلنا لقينا في الفئة، لقينا فيها دابا لقينا فئة شحال 12 فولت، ها هي فئة 12 فولت. باش نحاول باش نصغرها شي شوية جات كبيرة. لقينا 12 فولت وهنا لقينا 8 فولت وهنا لقينا 6 فولت وهنا لقينا 4 فولت. شكون هذا فيكم اللي كيدي اللي كيدي اموطي وديزاكتيفي هذاك الميكرو الله يهديك؟ وديزاكتيفي راه كتبقى كنسمعوا داك الضجيج تا تكون باغي تاخذ الكلمه ولا شي حاجه وتلقوا. دابا احنا دابا حسبنا في او في بي وفي سي وفي دي مزيان. دابا مشينا للسؤال الثاني قال لك اودي حسبوا لي دابا لا طونسيون، قال لك حسبوا لي دابا لا طونسيون في ا بي ولا طونسيون بي سي ولا طونسيون سي دي لا طونسيون ا بي. كيفاش غادي نحسبوها لا طونسيون ا بي؟ هنا لا طونسيون بين ا و بي كيفاش غادي نديرو ليها؟ قولوا لي. هو راه فرق الجهد، لا طونسيون هي الفرق ديال الجهد. الجهد ديال ا شحال 12 فولت والجهد ديال بي شحال 8 فولت. اذا لا طونسيون بيناتهم شحال؟ كيفاش كنديرو؟ كنديرو ناقص. اذا دابا اي ا بي شحال؟ اي ا بي شحال دابا غتكون؟ عاود اش قلتي؟ كنديرو ناقص ولا زائد السد؟ لا كنديرو ناقص، راه فرق هو 4 والسد 4 4. ولا قلت لك بغيت يو بي ا يو بي ا يو بي ا اللي بغيت اش غدير؟ ما بغيتش يو ا بي، بغيت يو بي ا. اش غادي دير العمليه؟ اش غدير؟ انديرو يو بي يو بي ا ناقص اي بي ا تو سي وي بي ا ناقص يو ا فيب فهمناه. نديرو اي بي ا تو سي انت انت شوف انت كيبان لكم هذا اللي ياك داكشي اللي قلت لي. شوف بغيتي تحسب اي بين جوج بين جوج ديال النقط اكس و ايغريك، بلاتي هكا اكس و ايغريك ياك. اشنو هو في اكس ناقص في إيغريك؟ دائما كنطبقوا هذه القاعدة هكا. ها هي هانتوما، هو الحل ديال التمرين هو هذا. هاي يو ا بي هي اش؟ هي في ا ناقص في بي. ولا بغينا نقلبو بغيت يو بي ا هي في بي ناقص في ا. ولكن الى درنا في بي ناقص في ا غتولي 8 ناقص 12، يعني في الجواب
اي بي ا هي ناقص ناقص 4 فولت ما غتخرجلكش 4 فولت الا بغيت نقلب خرجلكش 4 فولت فهمتوني دابا راه لا طونسيون فيها الموجبه وفيها السالبه لحقاش كنديروا عمليه الفرق فاش كنديروا عمليه الفرق راه يقدر هذاك العدد الاول يكون صغر من العدد الثاني راه ماشي دائما نفس هذا مفهوم دابا بغينا اي بي سي اي بي سي يعني لا طونسيون اللي كاينه بين جوج هاد ديال هاد النقط شحال هي اي بي سي جوج السادة تخرج لينا تخرج لينا جوج اي بي سي هي في بي ناقص في سي هاي اي بي سي هي في بي ها هي دابا قدامكم ها هي قدامكم قداش ها هي اي بي سي هي في بي ناقص في سي هي 8 فولت ناقص 6 فولت وهنا ردوا البال واحد القضيه الا درتي بحال هكا درتي 8 ناقص 6 راه خطا دائما خاصك تستعمل الوحدات تحافظ على هذوك الوحدات عرفتي علاش لحقاش بعض المرات نقدر نعطيك مثلا هذه نعطيها لك بالميلي فولت بالميلي فولت بحال هكا وانت الا ما درتيش الوحدات غتولي كتحسب 8 ناقص 6 وغادي تحط جوج فولت وانت راه عندك خطا في سميتو دائما كنخليو الوحدات تطبيق العددي لحقاش من هاد تساوي القدام هذا كنسمي تطبيق عددي وهادشي اللي هنايا هما لي غولاسيون هادي ستين غولاسيون علاقه من هاد تساوي هادي كنديرو تطبيق عددي ولا بغينا نديروها بهذاك الحساب اللي يعني بالطريقه الصحيحه خاصنا نديرو ليها بحال ما هكا خاصنا نقولوا اون لدينا هذيك لدينا اللي كنتو كديروا قبل اون كذا كذا ياك اون كذا كذا اي هادي تساوي 12 12 فولت عندنا هادي هكا عندنا هادي اي هادي كنديرو ابليكاسيون نيميريك كنلخصوها بكلمة ا نقطة ان ابليكاسيون نيميريك وكنديرو هادي هكا هاد ان ياك هي ابليكاسيون نيميريك الو يعني الا بغينا ندير هما دابا جاو داروا كلشي في سطر واحد ياك ولكن الا بغينا نجاوبو بالطريقه اللي هي صحيحه كنجاوب بحال ما هكا هادي غادي نخليها لتحت
نديرو حنا الجواب هي هذه اللي هي طريقة الجواب الصحيح. لأن أستاذ كان نجاوبوها باختصار ما كنديروش الكلمة كاملة. لا تمشي شي هاجرتي الطريقة هي هذه. نعم أستاذ. وهاد العلاقة الأولى كندير ليها الإطار ديالها ندير ليها إطار لهذا الحال ما ضروري من الإطار ما كاينش الإطار ما كاين حتى حاجة كندير ليها الإطار ديالها لأنها العلاقة وهذيك النتيجة أستاذ واش العلاقة الحسبوبة جميع النقاط اللي كاينين تما بالنسبة للسؤال الأول نفس الطريقة بحال دابا U A B هي كتساوي V A ناقص V B شنو النقاط الأخرى؟ أيه نفس الطريقة بلاتي باش نصحح بلاتي راه هادي راه ديال الجواب الاول ماشي دابا بس لا هادي دابا اللي صحيح هكا كنقولوا اي بي سي كتساوي في بي ناقص هنايا غناخذوا هادي باش نصح لكم شي واحدين فيكم بحال شمو انه كاين شي حاجه ما هيش هيك طيب هذاك الشيء ديال اللي قلت لكم في الاول هنا بالنسبه مثلا للسؤال الاول السؤال موطي ديما كندوي معاك حتى عود ديزاكتيفي الميكرو تمك فاش تبغي تجي خدمه انتوا ماشي معاكم في التمرين الاول رجعوا للسؤال الاول ياك السؤال الاول واش الطور الاول مزيان ما شفتيش ها علاش شفت ميتر في 75 في الطور مزيان 75 كنتي لابس صنداله لا واش ندار اون نو طوال هي اللي كنتو كديرو في الرياضيات لدي ومول الصنداله سكتنا شكرا شكون هذا عاوتاني لا حول ولا قوه الا بالله قلنا كنقولوا ديرا U A M ام ام شنو هي هي دير واحد القضيه هكا ام هي في ناقص VM تلقي ياك وشنو اخر وقدنا عندنا دابا هادي وعندنا A H A عندنا هاد U A M هي 12 فولت
هذا بالنسبة للسؤال الأول. الندبة هذه بحال هكا نفس الحاجة، هذه هي هاد طريقة الحساب وهذه كتساوي. إذن هاد الفرق هو هاد دوز فولت كنقولو ألوغ. إذن زعما ألوغ إيش؟ إذن هذا هو هو 12 فولت، ومن هو زعما يعني دونك اش هي في ا هادي اللي كنا كنقلبوا عليها في السؤال الاول. هادي دونك ديرو هكا هي تساوي ليا 12 فولت زائد VM. دابا عاد غادي نديرو تطبيق عددي ابليكاسيون نيميريك. ابليكاسيون نيميريك هي VA كتساوي ليا 12 فولت زائد VM. شحال VM؟ هي 0 فولت. إذن من بعد كنديرو ان VA هي 12 فولت. إلا رديتو البال نقدر هاد نديرو ليها بحال هكا. دابا هنا خاصني نأطر دوك العلاقات المهمة. مثلا هنا كنأطر هادي لحقاش هي دابا اللي بلاتي كنأطر بلاتي عفوا كنأطر هادي باش هي اللي حاسب بها ياك، وكنأطر النتيجة النهائية. هاي نحاول ندير لكم بحال ما هكا باش يبان لكم كيفاش درت لها في الحساب. فوالا واحد كيتبع معك الأستاذ المصحح كيتبع معك. دابا شنو كاين هنا؟ عندي هاد يو ام مساوي ليا شي حاجة، وعاوتاني يو ام مساوي ليا شي حاجة. إذن هاد الحاجة وهاد الحاجة مساويين. دابا كيفاش هذا يو ام نفسها تساوي ليا هادي وهذا تساوي ليا هادي؟ إذن هادو كيساويو هادو. هاهي إذن هادو كيساويو 12 فولت صافي. وبغيت انايا في ا، اذا في ا هادي هنايا عندها ناقص، فاش كندوزها للجانب الاخر كتولي زائد. ومن بعد عوضتها بالقيمه ديالها هي 0 فولت. فاش عوضتها بزيرو فولت عطاتني 12 زائد 0 هي 12. فوالا هذا بالنسبة للسؤال الأول. هذه هي الطريقة كيف ما كنقولوا يعني الطريقة المفصلة الصحيحة في طريقة الجواب. هما جاو داروا الجواب بالخف الرقرق بزرب راه في بي هي اي بي ام لحقاش في ام كتساوي 0 تقو حطو 8 6 كذا كذا. حنا مشينا
حسبنا هاد النقط هادو مزيان مشينا للتمرين الثاني. التمرين الثاني بدينا بالعلاقه كيف ما هي U B C هي V B ناقص V C. V B حسبنا احنا قبل لقينا فيها 8 و V C فيها 6 طبقنا جينا درنا تطبيق عددي ديريكتوم وهي 8 فولت ناقص 6 فولت شحال عطاتنا 2 فولت هي 2 فولت كنجي كندير التأطير ديال هذيك النتيجة النهائية هكا فوالا انا مثلا هنا نقدر هنا نديرو دونك مثلا هكا فوالا سي بون نقول طريقة واش كنديرو علاش كنقول لكم ديروا هاد الطريقة هادي لحقاش النقطة ديال السؤال أو ديال التمرين كتنقسم على ثلاثة مثلا كاينة نقطة ونص نص نقطة كيكون ديال العلاقة الأولية اللي نتايا حسبتي بها ونص نقطة ديال لا ميثود دو كالكول وعاد نص نقطة ديال النتيجة النهائية لانه الا مثلا نتايا غلطتي في النتيجه النهائيه ما غاديش نحيد لك نقطه ونص كامله غنحيد لك غير نص نقطه ديال النتيجه النهائيه لحقاش عطيتيني العلاقه في الاول صحيحه طريقه الحساب صحيحه ولكن غير نتايا غلطتي فيه كتولي واخد نقطه وماشي لك غير نصف نقطه مفهوم هاد القضيه ياك عقلو هذيك ان كنقصدوا بها هي ابليكاسيون نيميريك المعنى ديالها هي ابليكاسيون نيميريك خاصكم تكتبوا نتوما دابا هادشي خاصكم تكتبوا التمرين الاول ماشي التمرين تكتبوا السؤال الاول بالطريقه اللي قلت لكم والسؤال الثاني واش خديتوهم عندكم ولا لا هذيك الطريقه هذه غنحاول انني نصيفطها لكم في الجروب لا هي ولا الثانيه باش تبقاو عاقلين عليهم سي فوز افي دي كيسيون تفضلوا نمشي دابا للجروب ديالكم في الواتساب باش نصيفط لكم هادشي استاذ ملي تكون تشرح لينا استاذ ملي تكون تشرح لينا استعان لينا بالجدول مره نشوفو الجدول هذا اش من جدول جدول ديال الخطط ديال الدار الكهربائي السيركوي اوكي واخا كدوي نتايا على هذا ديال التمرين ياك انا غادي نشوف لكم عاوتاني الاخر هو الواتساب هاي ها هو الواتساب ديالكم هو هذا التمرين كنا درنا فيه القضيه هذه فوالا الطريقه باش حسبنا التمرين الاول هي طريقة باش حسبنا الثاني هاي هاد الطرق هما اللي حسبنا بهم تمرين كامل هما الطرق اللي استعملناهم بها
باش حسبنا التمرين كله. نحاول انني نصيفط لكم البي دي اف ديالو كومبلي. هاك ها هو باش نتوما تبعوا معنا فين وصلنا. نصيفط لكم دابا هذاك ليكزيرسيس كومبلي بالكوريكسيون ديالو. فوالا ها هو عندكم دابا بلاتي نحاول انني نصغر نحيد كل الفراغات فواحد الصحة لا كوريكسيون تصحيح ديال التمرين. ها هو استاذ نقلوا هادشي بطبيعة الحال صافي غادي نعطيه لكم دابا في شتا الطريقة اللي تجيكم ثابت. اصبر اصبر شتا الطريقة ديال هذا تجيكم سهلة. سامحوش انا هو دابا عندكم صيفط لكم بي دي اف وتكتبوه دابا عندي صيفطوه في واحد الصفحة. سامحوش رسمو عندكم لو شيما ديرو اكزيرسيس رسمو عندكم لو شيما وخذوا عندكم طريقة ديال الإجابة. كل سؤال فيه ثلاثة الحسابات ولا أربعة وهذاك الحساب ديال وحدة هو اللي دات لكم ديك الطريقة اللي خاصها الدار. الآخرين راه حتى هما كنتبعوا نفس المنهجية يعني نفس الطريقة.